ناطرين شو ناطرين من يلي فقروكن من يلي جوعوكن واللي سرقوا أموالكن من يلي باعوا لكن واشتروا أغلى حجار وبنيوا إلهن قصور يا ناطرين شو ناطرين صوروا جي مرة صوروا. خلال هذه الفترة توالت التوقيفات عبر تضييق الطوق أكثر فأكثر على المناضلين، فتوالت حملات التوقيف والاعتقالات عشوائيا وخلافا للقوانين والأعراف. فتفجرت سيارتي، هذا بدل أنه خرقنا، بس ما انخرقنا من الدولة أو من الأجهزة السورية، انخرقنا من بعض الميليشيات اللبنانية يلي كانت مزعوجة من تحركاتنا، ويلي كانت وقتها بحب ذكر أنه كان عندها وزير بالحكومة وكانت على تنسيق تام مع السوريين. وقتها مات باسل الأسد طلعوا عزوا، وكان وقتها عم يجربوا يتقربوا ماكسيموم من السوريين، ولكن هن السوريين ما كان بدوا إياهم. بليل 3-4 تشرين الأول 93 من دق بيبي بفتح لقى واحد حط لي الفرد براسي، سألني حضرتك استاذ عباس؟ قلت له نعم. أول شيء افتكرته شوفير خيي لأنه بالنادور بيشبهه والنادور منه واضح، ما شفت إلا الفرد براسي ومسلحين خطفوني عصبوا لي عيني حطوني بسيارة نقلوني لمركز طلعوني دراج كشف واحد على وجهي قال هذا هو، نقلوني على البوريفاج حطونا بالبوريفاج تحت الأرض شوية طلعوني على خامس رابع طابق يحقق معي، يقال إنه محقق. قال لي بدك تحكي الدغري؟ قلت له شو بدك مني؟ نزل فيه خبيط قبل هيدا أول سؤال كان، ويسألوني عن أسئلة شيء ما معي خبرها، يعني شو بعرف عن الانفجارات؟ ما بنعرف شيء عن الانفجارات، نحن اخذين قرار انه ضمنا انه ما بدنا نستعمل العنف. واحتقرونا كثير بالتحقيق لدرجه بيقول لي واحد منهم انت عميل اسرائيلي. قلت له لو كنت عميل اسرائيلي ما كنت بكون هون. قال لي وين كنت بتكون؟ قلت له كنت بكون قاعد بشي فيلا وانت حارس على البيت. ساعتها حطوني بالارض وجيبوا الكرسي الحديد وحاولوا يكسروا لي ظهري مرتين. وثاني يوم بنزل عند رستم غزالي، بيستقبلني رستم غزالي بطريقه تفاجئت فيها. ما تأخذني مش عارف انك انت من عمر ابوي، خليت ايدي بجيب قلت لأمو بس لإيدي انا من عمر بايو، يعني شو بدك يا عمي؟ قال تتعاونوا معنا. تصور انه عم يطلب مني اتعاون معهم، يعني قلت له عشو التعاون؟ قال على الامن. قلت له ليك نحن بنشتغل سيسي ومنعرف شو عم نشتغل، اي عنصر من قبلنا تكمشو عم بيعمل اعمال عنف تعولوا راسهم سامحين بدمه. نحن من بعد عنده نقلوني على عنجر، ذكرت حالي انا رايح ابعد من عنجر، بعنجر كمان عملوا معنا تحقيق عن جديد، وبعنجر ابقوني قيد التوقيف ما بعرف كم يوم 6-7 ايام، ليل نهار الكلبجيت بايدي، نام وقوم الكلبجيت بايدي. كل ما ياخذوني على التحقيق بلشوا خبيط بعدين يحققوا معي اسئله بلا طعمه ما لها اصول ولا لها اثباتات، ونحن بنعرف. من المرات قال لي كنت تتصل بميشال عون؟ قلت له ايه كنت اتصل بالجنرال. شو كنت تقول له؟ قلت له عندكم التسجيلات جيبوها، نسيت انا شو كنت اقول له. فلا عنده التسجيلات ولا قدر جيبها، بقيت هم. من بعد وقفت نهار ما شفتهم الا اخذوني ظهرت بالسياره، افتكرت حالي رايح على المسجد، اخذوني على مبنى شكله اوروبي شوي المبنى، ولا بيطل واحد بيقول لي انا غازي كنعان. كان قبل ما اتوقف بثلاث ايام شفت صورته بجريده مع اني ما نسيته يعني. قلت له ايه عرفتك؟ قعد قري كتاب شي ساعه ونص ويحكي قديش هو منيح قديش بيحبوا لبنان. ومن جملة الكلمات بيقول لي نحن علمانيين بس بدنا لبنان اللي وجهه مسيحي. قلت له انا ماروني ومزوج درزية. سقطت الحجة تبعه عند الدفاع. كنا اول شيء قاعدين باوضه، كل واحد باوضه وحده، كل الفتره اللي قعدناها فوق ولا واحد منا كان يشوف الثاني. يعني انا ما كنت اعرف لينا وينيه، كنت قاعده باوضه مسكره سقفها عالي فيها ضو كل الوقت مضوى، فيها حمام ما له باب، فيها باب حديد لتفوت على الاوضه، باب حديد على طاقين وفيه طاقه صغيره من فوق، وحريم بالارض. هلا الحريم الضو مضوى عم بتشوف شو في عليه، في هيدول البق صغير
وكل شوي بيجي عسكري بيفتح الطاقه وبيسكرها، يعني بتضل مثل شي واحد حرب اعصاب بيعملوها. لا وقت اللي بيصير فيه التحقيق يكونوا اعصابك اهتروا كفايه تياخذوا اللي هن بدهم ياخذوه. كل الوقت بتسمع صريخ ناس عم تتعذب. هلا وقت التحقيق هون كان في اذى وكان في تهديد بالاهل، تهديد باللي تزعرنوا علينا انه شو ممكن يصير فينا نحن كبنات. انا كنت حاطه طوق على رقبتي، كان عندي مشكله برقبتي واللي عم بحقق كان معه مسطره خشب طويله. هلا المسطره كمان شفتها من تحت اللي هي اللي على عيني، يحمل المسطره ويقول لي ليه حاطه هي برقبتك وينكزني. هون كان في يعني كان في قله اخلاق. ابشع من هيدا كله بعد انه وقت اللي فتنا لهونيك بدهم يفتشونا. مبدئيا بتفوت تتفتش اول مره وبتنتهي لانه قاعد بهالاوضه المسكره اللي عندهم بالوزارة، ما حدا فيت ما حدا ظاهر. طريقة التفتيش كانت كتير بشعة، يعني بيطلبوا مني اشلح تيابي تيابي كلهم، بعدين برومي لورا طبي برومي لقدام. كانوا اثنين، زلمة كبير بالعمر وتاني واحد شاب. هي كانت اول مرة. رجع اجا بعد شي يومين زيت الشي زيت الطلب. قلت له بس انا قاعدة هون والباب مسكر، يعني ما عم بفهم شو في إلها لزوم، من وين بده يجيني غرض زياده على اللي انا هون عندي؟ هيدول هيدا ما تخلينا نحن نبقى نتصرف. بالنسبه لي زدت التصرف عن منى بالتفتيش، يعني بس انا فتوا ثلاثه مش اثنين، كانوا ثلاثه اول واحد وثاني مره فتوا ثلاثه، وثلاثتهم في واحد اسمه عيطوا له البحري، واثنين اثنيناتهم عطيه عيطوا لبعض عطيه. عملوا معنا زيت شيء يعني بالتفتيش. بالخبيط كانوا يخبطوني انا بالمسطرة هيدا الكرج الثلاثة، لان حسيت فيهم يعني ينكوزني بصدري، ينكوزني يخبطني على دقني من هون بالعظم، يعني اللي عملي ايديك هيك ويضربني على العظام تبع اصابيعي. وصرت اسمع صوت حكمة وقتها كانوا عم يضربوه عم بيصرخ علقوه على البلانكو علقوه اسمه عم بيصرخ، يعني هيدا الشيء كان كتير يضايقني. كان في بلانكو، بلانكو للي ما بيعرف شو يعني بلانكو، جنزير مع نوع من رافعة معلقة بالسقف، بتم ربط الإنسان بإيديه خلف ظهره وبينشنق من إيديه. لحظة ارتفاعه عن الأرض هي لحظة مؤلمة جدا، يصال لدرجة إنه رح يغيب عن الوعي. هون ما بفتكر في إنسان بيتحملها هاي الشغل، لو كان عنده عضلات ومرن أشد التمارين فيها قساوة غير يعني ما في إنسان ما في قوة احتمال لها. إجوا جابولي سطح المحمامسحة، قال بدك تعزل الأوضة. أنا الجلد عزي، يعني مسكت الممسحة ومسحتها هيك مسحة. اجا قال لي انت مالك مسح الاوضه شو عامل؟ قلت له يا عمي مسحت. قال لا، مسك السطل وفبقني بالميات على وجهي، ولانه بوردت يعني كان قيلول وبلا حمام 12 يوم يعني، بس كل صفات ريحتي تمسيح وجاي وما عدا الخبيط يعني. وهيك اكثر من 10 بيوت فتحت لي لحتى لي اقدر اقضي هالوقت اللي انا ومضطر اني اكون متخفي، لانه كانوا يجوا لعنا على البيت المخابرات ويسالوا عني ويسألوا عن أختي ويضايقوا على أختي. من الجملة وقفوا بنات أختي، وقفوا صهري، وقفوا ابن عمي خيمرتي، ما خلوا حدا له صلة فيي إلا ما راحوا وقفوا حتى اللي جربوا يعرفوا أنه أنا وين.